بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. وبعد انقطاع دام اسبوعين 3 اسابيع ما طلعنا بر، واليوم قررنا فجأة ان نطلع البر. رايحين ان شاء الله الصبية، الشباب وراي. طبعا تشوفون هذا ليتات الصفر من فوق، هذا اجديل برك وراي، ورايحين ان شاء الله. وصلنا طبعا البرك، العبد، العلم. تدرون العلم مال منو؟ مخيم الوالد. امطار حلوة بعد انقطاع. طبعا الامريكي دايما ينور البرك كله. شوف في ياباني هناك حتى ليت ما عنده، في ياباني هني ليت ما عنده. شوف الامريكي، شوف الامريكي. هذه خيمتنا، خيمة الوالد الله يحفظه. فرشناها توه، سلام ليتين، وحين بنكبس كبستنا. العشاء من ذرنش سوي لك بوكس، علمك شلون تسوي كبسة، شيء جديد وحلو، واليوم راح نجربه ونعطيكم النتيجة. شرينا موزات، العيش منقع خالص معبوش، حاط لك حتى الجزر، حاط لك البصل، وحاط لك الطماط والزيت والثوم. حق طلعات سريعة، تاخذ وتطبخ. بلشنا طبختنا مع الشغل الزين هذا. حطينا البصل وشوي نحط الطماط والجزر. صارت ما شاء الله. دسم لا شلون يا الربع؟ ها مو اشوف من وين يبدا ايش قاعد تسوي؟ يبا عطني شوف سحبت الفراش اساس النوم. نصحى بكير ان شاء الله حق الدوام. السلام عليكم، صباح الخير. الساعة 6 الحين، قعدنا من النوم ورادين ان شاء الله، خلصنا كشتتنا ورايحين الدوام باذن الله. خوش كشتة سريعة خفيفة، نمنا 3 ساعات على اساس نريح شوي ونروح الدوام. يعطيكم العافية، وان شاء الله نلقاكم في كشتة جاية باذن الله.